معانا ومع حضراتكم من ليبيا ألو، الأستاذ مجدي بديع. أستاذ مجدي برحب بحضرتك مرحبا. معانا، أهلا أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك أختي. أهلا بحضرتك ألو يا فندم. أيوه حضرتك سامي سامع. درجة القرابة للأسرة، سامع. لأسرة الدكتور مجدي ودكتورة سحر. أستاذ أنا مجدي بالنسبة لدرجة القرابة، هو طبعا ما فيش قرابة، لكن هو الدكتور ماجد يخدم شغال معانا في الشراكة وصديق ليا، واحنا طبعا كلنا بنتقابل في الكنيسة، في كنيسة مشتركة، نعم. وتجربة مشتركة بالدكتور ماجد من حوالي 3 سنين تقريبا. طيب أستاذ مجدي، يعني بنعزي حضرتك في صديقكم طبعا دكتور مجدي والدكتورة سحر وكاترين، عايز أفهم من حضرتك أبعاد، هل كان في مقدمات قبل هذا الحادث؟ إشمعنى تم استهداف الأسرة دي بالتحديد؟ وإيه مدى الخطورة اللي عليكم أيضا في مثل هذه الأجواء؟ هو أول حاجة إحنا ما سمعتش إن كان في أي مشكلة قبل كده، ولا كان في مؤشرات للقصة، لأن هم أصلاً قاعدين في حتة اسمها جاري في سرب، وإحنا قاعدين في مصراتة، لكن إحنا ما سمعناش حاجة. لكن إحنا للأمانة، وده أنا بقولها مجرد أمانة، وربنا يعني أنا بمنتهى الثقة والأمانة، إحنا كنيستنا في مصراتة لم تغلق يوم واحد. كنيستنا مفتوحة في كل هذه الظروف صعبة. وللأمانة الأمن هنا في مصراتة بيتابعنا، ومش يعني مش مأثر معانا في أي شيء، لكن وإحنا فعلا فاقدين أخونا شنودة كمان، وإحنا بنتمنى إن ربنا يفرج يعني يظهر في الأيام دي. هو شنودة اللي هو أخو أشرف سامي ده، مازال مخطوف بقاله حوالي 3 شهور و10 أيام، نعم دوت هو اللي مخطوف، وهو واحد اسمه عبد الفتاح. لكن بالنسبة إحنا كأمان وللأمانة الناس، حتى يعني احنا اخت اللي هي بنتنا تعتبر في التدريب، قعدوا جماعه يطيروا فيها وقعدوا الحبس عنها لحد ما وجدوها، واحنا للامانه يعني دي يعني امانه ان هم قعدوا الحبس عنها كتير لحد ما لقوها في الجهل امبارح الصبح، ولقوها مقتوله امبارح الصبح، وجبناها احنا النهارده جت في المشرحة بتاعت مصراتة الساعة 12 ونص تقريبا، وقام نعم الطبيب الشرعي بتاع بفحصها، بالكشف فحص على الجثمان. الباترين، ودي احنا بنقولها نشكر ربنا. صدقيني بنت لم ينساها انسان، لان يسوع كان هو اللي حافظها، حافظ ذكريتها لحد دلوقتي. دي نعمة من ربنا كبيرة، واحنا نعم احنا بنعتبر اتعزينا بالاخت كاترين، بنت كاترين تعتبر ان بنت الدكتور مجدي، اتعزينا بقدر ما احنا سابتنا قصه، بقدر ما احنا فرحنا ان يسوع حافظها. صدقيني يعني كل صلوات لكن كان كل في يا رب آثار يسوع على وجهها، احفظ زي ما بنت. يكون كان في تعذيب او كده او ضرب، يعني كان الصور اللي احنا شفناها الحقيقة لوجهها كان لا شوية هي هو الطب الشرعي بيقول هي مضروبه من الخلف، مضروبة من الخلف بخمس نعم، فصاصات، 5 فصاصات، 2 في الرأس أو 3، و2 في الجسد من الخلف بس. 3 في الرأس واتنين في لكن ما فيش الجسد. تعذيب يعني. نعم 3 في الرأس واتنين في ألو الجسد، من مضروبة أيوه من الخلف. أي يا أستاذ مضروبة من مجدي، الخلف، سامع مش الأمام. حضرتك. يعني أنا إحنا تحليلنا إنها ممكن هربت منهم، فضربوا مجرد تحليل، يعني إحنا يعني مجرد تحليل لينا احنا لكن يعني محدش قادر يقول اشمعنى استهدفت هذه الأسرة؟ ليه خطفوا كاترين وبعد كده قتلوها؟ يعني هل في أي روايات حضرتك سمعتها قريبة من يعني تكون قريبة من الحقيقة؟ هي القصة حصلت على يوم الثلاث الصبح على ما اعتقد، يوم الثلاث بالظبط. الصبح حوالي الساعة 4 الفجر، دخلوا عليهم في البيت وهم نايمين، وقالوا مش عارف احنا بنجي نفتش مش عارف على ايه. طبعا الام سحر قالت لهم انتوا عايزين ايه، وهم انفعلوا عليها، المهم راحوا ضربوا الام بالنار على طول فورا، فاستشهدت فورا. وبعد شويه البنتين قعدوا جنب امهم حوالي ساعتين ساعتين ونص لحد ما النهار برق،
يعني شقشقه كده ورقصه طالعين على المدرسه عشان يبلغوا المدرس او بس هذا المدرسه. فلقوا ابوهم مرمي قدام البيت حوالي يعني جنب جنب يعني جنب البيت. يعني والدهم كان بره البيت، يعني اطلقوا عليه النيران بره البيت الاب الدكتور اه مجدي. بره البيت. هم طبعا الاولاد متوقعوا ان هم خدوا الاب والبنت، متوقعوا ان خدوا الاب وكاترين معاهم، لكن فوجئوا ان ابوه مرمي يعني حوالي 4 متر جنب البيت، يعني جنب البيت جنب البيت تمام. على طول هم ساكنين فيه وهم موجودين. هم اصلا ساكنين في يعني طبعا في المستوصف، في اللي المستوصف هم شغالين فيه، هو دكتور هم اللي طبيب راحوا ودكتورة هم سحر راحوا صيدلانية. دكتوره صحه صيدلانيه والدكتور طبيب يعني طبيب عام. اتفضلي. طيب يعني وطبعا هو نص البنتين راسه اعمارهم قد مجروح. ايه تقريبا يا استاذ مجدي؟ البنتين اعمارهم قد ايه اللي كانوا اللي موجودين موجودين البنتين موجودين وبأمان وفي سلام وصدقيني يعني يعني احنا هم معانا هنا يعني ما فيش بس اي مشكله عليهم صعب لانهم عليهم موجودين قوي انهم معانا. قعدوا ساعتين جنب جثمان والدتهم صدقيني وانهم هم شاهدوا كل الرعب ده. انا دول انا بقول عليهم دول شخص ايمان. انا هم اللي بيعزوني مش انا اللي بعزيهم. بيقولوا لي ماما وبابا عندي يسوع هم شهداء. حبيبي فانا يعني انا اتعزيت بيهم. انا ما كنتش قادر اتكلم ببكي، لكن هم بيقولوا لي احنا ماما بابا يسوع هم عندي بابا يسوع هم شهداء موجودين شهداء. أعمارهم قد إيه احنا البنتين؟ اتعزينا بيهم. أعمارهم قد إيه أستاذ مجدي؟ اعمارهم البنت واحده سنه خمسه، البنت واحده سنه خمسه وواحده سنه رابعه. السادس واحده في السادس وواحده في خامس. ربنا يعزيهم يا رب. في السادس. وهم اطمنوا وصدقيني. انا اقول لك يا دكتوره منى مصراتها كلها مش مقصره في البحث كان عن كاترين. طب أستاذ مصراتها مجدي بتديرها في صغيرها من اهل مصراتها الشرفاء هم اللي قد ايه بحثوا عنها مصراتة وهم اللي بتبعد عن لقوها سرت؟ في مصراتة الجبل بعيدة عن سرت قد ايه يا استاذ مجدي؟ حوالي 240 كيلو. 240 كيلو 240 240 كيلو. كيلو. بشكر الحاج محمد شقة واخص الشكر للحاج محمد شبش والحاج محمد دبور والحاج اللي هو ابونا ملقب ابونا حقيقي محمد اسماعيل لقب ابونا. الناس دي وقفت معانا للامانه وهم اللي بلغوا تعازينا لاهلنا في مصر وقالوا لي بلغ الاهل. واحنا متاثرين جدا لان الدكتور ده كان دكتور يعني احنا بنسمع عنه كل خير. حتى التلفزيون الليبي اتكلم قال هذا الرجل طيب جدا ومشهور بالمحبه ومشهور في العلاقات يعني ما فيش ادنى مشكله مع اي حد. هل تتوقع ان يكون في مجهودات يا استاذ مجدي عشان الكشف عن القتلة، ولا هيتقال ان هم من الجماعات الارهابية وخلاص؟ يعني هتكون في مجهودات من الحكومة للكشف عن مين صدقيني هم انا بتوقع هم بيحاولوا بيبحثوا عنهم في كل مكان ومش مستنيين. لا يعني هم على فكره بالنسبه لمصراتها بتبحث لان دي حاجه يعني هم بيحاولوا يعني يجيبوا الامان يعني بيحاولوا يعني عايزين يقولوا احنا متاثرين بالقصه وصدقين دي حقيقه مش كلام ولا مجرد احد. هم يتمنوا قالوا لي احنا مش هنسكت باذن ما في حد لحد ما نجيب اللي قتل الدكتور دوت ومراته وبنته. ان شاء الله. يعني طيب الجسامين مش دلوقتي مقصرين. في اي تحركات حضرتك عارفها لتحرك الجسامين لمصر ولا لسه؟ الجسامين ان شاء الله هو طبعا معظم الاجراءات انتهت، لكن ان شاء الله بكره المحامي العام يؤمر طبعا بكره السبت وصدقيني النهارده الدكتور قام بالتشريح النهارده الجمعه وحتى كان هو التشريح الاب والام كان يوم اربع وكان اجازه وجيب دكاتره واتحركوا وعملوا يعني دليل على ان الناس متعاونه معانا لاقصى درجه. تمام. ان شاء الله لو ربنا اراد وطبعا نشكر برضه السفاره المصريه انها متعاونه معانا لاقصى درجه. بالذات السفير متعامل ومتعاون معانا جدا وكان يعني ما فيش حد مقصر بالنسبه لنقل الجسامين لحد دلوقتي. نعم. الإجراءات ماشية ببركة المسيح بأسرع يعني بأسرع متوقع وقت انه يمكن بكرة ما يبتدي شاء الله. تتحرك الجسامين على مصر ان شاء الله؟
احنا ناقصنا حاجه واحده نعملها بكره، وهي اللي يتم يعني رئيس النيابه بانتقال القصر في طرابلس عشان يتم التحنيط هناك، وبعد طيب كده يتم بقى تحديهم على الطيران. احنا نتمنى بقى طيران ليهم مشاريع، يعني في بإذن احتمال الله. يطلع عن طيب طريق في سؤال، ايه اللي خلى الجسامين راحت لمصراتة؟ يعني هو الجريمة حصلت في سرت، وحضرتك بتقول انه ما هو جثمان. هناك في شركة، ما في شركة يا دكتورة منى، يا شركة الدكتورة منى، شركة ما فيهاش إجراءات دلوقتي، شركة تعتبر يعني كل الأمور متعطلة، لا يوجد فيها مشرحة شغالة ولا طبيب طب شرعي شغال، وفيها خطر لأن الظروف هناك وفي في خطورة ظروف شديدة على أي كبيرة. حد قاعد هناك، نعم، مظبوط؟ في سرت ولا في مصراتة؟ في سرت. بالنسبة لسرت أعتقد في خطورة، لكن في مصراتة في أمان. إحنا عايشين في مصراتة بقالي ايه 20 اللي سنة، مخلي، ايه اللي نتجاوز خلى، طيب إحنا معلش يعني في معلومات، يعني لان حضرتك الحقيقة من كتير ومنهم انا كنا يعني زعلانين انه في مصريين مسيحيين لسه ما زالوا موجودين في البلاد الملتهبة بالارهاب والنار. فايه اللي خلى حضرتك دكتور أعود مجدي حضرتك ودكتور يا دكتورة اتفضل. منى، خليهم شغالين هناك، محبة الناس ليهم، ما كانوش عايزين يسيبوهم، لأن هم الدكتور مجدي والدكتورة سحر محبوبين جدا في السيرك، وهم كانوا عايزين يسيبوا فعلا السيرك الفترة اللي فاتت على أمل ينتقلوا للمستوطفة لأكثر أمان، لكن هم الناس هناك في السيرك كانوا متمسكين بيهم بأقصى درجة، لأن هم يعني اعتبروا ناس الدكتور مجدي ربنا يسامح روحه والدكتور ناس مشهورين، حتى مدير المدرسه بتاعهم يشكر في البنت، ودايما هم من الاوائل، الثلاث بنات بس من الاوائل، محبة بقى دايما الناس، يكونوا الاوائل على المدرسه. ما حمتهمش يعني أستاذ مجدي. والحقيقة احنا بناشد، وأنا ما زلت مصرة بمناشدة كل المسيحيين اللي موجودين في أي محافظة أو مدينة في ليبيا فيها خطر إنهم يتركوها. ما ينفعش إنه يبقى أنا عارف إن في خطر وأفضل مستمرة في الخطر ده. هي يا دكتوره منى كل امور مش بتتحسب، ما بتتحسبش بالطريقه دي، احنا بنحسبها بطرق مختلفه شويه. ايه ازاي؟ يعني انا دلوقتي عندي عيالي في مدارس، لو فكرت دلوقتي اسيب المصرفه واسيبهم، ازاي احولهم مدارسهم؟ يعني احنا يعني ازاي؟ هل الدوله هتقدر تدخلهم على طول؟ انا عندي اخويا هناك مصر موجود، وبصير اخوه في ابنه سنه ثانيه، لكن دخلوش، فالامور مختلفه. يعني هو لو يعني هو لو يا في أستاذ مجدي، لو احنا على سنة في بنتحط الدراسة تأخر، يا أستاذ مجدي لو على سنة في الدراسة تأخر، لكن في مقابل حمايتكم وحماية أولادكم من أي خطر، يعني أنا بتوقع وبعتقد إنه استدعيني يا المفترض إنه دكتورة منى، القصة دي. استدعيني، نعم انا اقول لك على حاجة، احنا لو شاعرين، انا بتكلم يعني في اماكن ملتهبة وفي اماكن فيها مشاكل كتيرة، واحنا بنقول احنا اللي حامينا هو رب المجد يسوع، واحنا اللي حامين دمه في الاول والاخر هو اللي أمين. حامينا، واحنا عندنا ثقه ان هو يحمينا وما عندناش خوف، يعني اتبعيني عباده عباده، وده ثقتنا فيه هو. فاحنا الايه اللي بتقول انا خايف من الذين يتكلمون الجسد ولا يشربوا اكثر، لكن خايف من الذين يتكلمون الجسد الروح، الجسد في النهايه رايح للتراب، فاحنا ما بنخافش من الجسد، لان في النهايه انا اتمنى يا رب اتمنى ندفن تحت تراب الشكر، دول قديسين، دول قديسين، فيرحمهم، خد ماله ماله يكفي شهاده، مين يطول مين يطول يا دكتوره منى؟ ده انا عندي النهارده كان برضه مناسبه ثانيه، وهي الذكرى السنويه للشهداء وجدي ملاك واشرف سامي، وكنا يا النهارده عاملين النهاردة، تسبيحات وتسجيلات في الكنيسه. النهاردة النهارده الذكرى كانت الذكرى السنوية السنويه، ليهم. النهارده الثانيه، الذكرى السنويه الثانيه نعم. ليهم، فكنا النهارده في الكنيسه. يعني احنا لو في مثلا ما فيش امان، ازاي هنروح الكنيسه؟ ازاي هنقعد في الكنيسه؟ فدي يعني للامانه احنا في ما نكرش، ما هو ما نكرش ان حد بقى من 30 والسوشيال الاثنين فيها يعني، لكن احنا لو وصلنا لمرحله الخوف وكده مش هنقعد، لانها ظهور صعبه، لكن احنا بنقول يا رب احمينا وهو حامينا، مصدقين الناس يعني بامانه، الناس حياه مشرقه دايما في محبه، وخصوصا محبه يقولوا لنا انتوا هنا في ليبيا، هنا احنا بنحبكم ما بنشوفوش،
اشتغلت في مطعم واحد انا من 20 سنه هنا في ليبيا، فكان يقول لي اخي من خدم معانا هو المسيحيين والمسلمين، فده فخر لينا. صدقين شعر الراس طقطق والكلام ده من 97 يعني يعني الناس اللي بيعرفونا يقولوا احنا بنحبكم، فهو في مشاكل ما حدش ينكرها، وفي اكل وفي، لكن دي انا بعتبرها فئه من يعني يعني حضرتك مش مع النداء بانه استاذ مجدي، يعني حضرتك مش مع ندائنا بانه نقول للمسيحيين اللي موجودين في ليبيا ارجعوا مصر؟ صدقيني انا 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 مع اقول يا رب اعود السلام للبلد دي، لان احنا بنحبها. احنا انا سبب تغيير الروح في ليبيا، انا بقى 20 سنه صدقيني يا دكتوره بقول الكلام من قلبي، انا بحب البلد دي من قلبي، لان بلد عشت فيها انا واولادي وكانت سبب بركه روحيه قد ما تكون بركه جسديه او ماديه. فدي يعني ربنا يحميكم يا استاذ مجدي كل اللي موجودين، ولكن برضو يعني بتبقى نوع من انواع المحبه ليكوا كاخواتنا اللي في يعني المصريين المسيحيين الموجودين، انه صدقني أنا بيقولوا يا ريت اي عايز حد شايف ان في خطر عليه يرجع. يعني هذا هو هم بيقولوا الكلام ده، يعني دايما الكنيسه بتقول لنا اللي شايف في ظروف صعبه وشايف ان هو خايف او متعرض لاي مضايقات يسيبه ويرجع البلد. فدي حاجه موجوده، وانا عايزه تطمني بالنسبه للاثنين ولادهم موجودين بخير وبسلام ان شاء الله. يعني متوقع هيستمروا معاكم في ليبيا ولا هيرجعوا لبقيه الاسره؟ هم في طنطا تقريبا. لا هم راجعين راجعين، اللي هو الدكتور ماجد، الدكتور ماجد راجع بولاده وبولاد اخوه، يعني ممكن يومين بالظبط يخلص الاجراءات فيسافروا على طول. تمام هيسافر على طول، ربنا يعزيهم. هو بقى الله يبارك فيك يا دكتور منصور، هو ممكن يرجع تاني يكمل شغله او يقعد في مصر، انا ما اعرفش يعني، دي قرار يرجع ليه هو، يعني ما اقدرش اقول لك حاجه اكتر من كده. دكتور ماجد ليه اسرته، متزوج وعنده اولاد ولا؟ دكتور ماجد الدكتور ماجد متزوج وعنده اولاد، وموجود في مصراته مش في سرت، يعني موجود في مصراته. موجود في مصراته، موجود معانا، هو دكتور جراح. تمام، لكن ربنا يحافظ عليكم يا استاذ مجدي. يعني نعم، ربنا يحافظ عليكم، ربنا يحافظ عليكم ويحميكم. على تعليقكم ومشاكلين على بشكرك اهتمام قناة الكارما، واحنا صدقنا بنتابعها باستمرار، وهي يعني دايما بناخد الاخبار منها، وشكرا على اهتمامكم. ربنا يخليك استاذ مجدي، ربنا يحميكم، ربنا يحميكم وربنا يعزيكم ويعزي كل الأسرة والأصحاب وأحباء دكتور مجدي ودكتورة سحر وكاترين. ويعني نتمنى دايما يكونوا الأختين كده مصدر عزاء وسلام، ويكون هم مملوئين بالعزاء والسلام، وربنا هو اللي بيعزي وبيعوض. وأكيد طبعا يعني ربنا زي ما بنقول كل حاجة وتحت السماء، يعني ليها أكيد ليها حكمة، لست تعلم ما أفعله الآن ولكنك ستعلم فيما بعد. كل اللي بنتمناه ولما بنقول لكم أخواتنا اللي في ليبيا ارجعوا، عشان خايفين عليكم وبنحبكم، وربنا يحمي الكل في كل مكان، وعارفين ان في كل حته اي واحد معرض لاي خطر، لكن بنتمنى انه فعلا اللي شايف انه فيه في مكان زي سرت او اي اماكن مدن في ليبيا صعبه يا ريت يرجع، ويعني ربنا هيعوض. وحتى لو سنه دراسه للولاد مش مشكله، قد ما تبقى في وسط اسرتك عيلتك وحامي ولادك. احنا بنقول ربنا موجود، ربنا يعزي الكل، وخلينا نصلي من أجل كل اللي فقدوا أحباء ليهم، من ربنا اللي بيدي السلام والعزاء وبيصبر على فقدانهم.